أهلا بكم مشاهدي الكرام في أولى فقراتي من جدة. من القانون إلى عالم تصميم الأزياء وتحديدا العبايات، ضيفتي الكريمة قررت تتجه إلى عالم تصميم الأزياء بسبب شغفها، وطبعا شغفها يعني أخذها إلى الدراسة في العاصمة البريطانية لندن. طبعا إحنا ضيفتنا الكريمة هي مصممة الأزياء نوف فتاحي، أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي، سعيدين بتواجدك. وأنا كمان. أنت نوف درستي قانون وتحولتي لتصميم أزياء، دراسة القانون صعبة وتعبتي فيها، يعني أنا بشوفها جزئية، يمكن عشان أنا كمان شوية دراستي صعبة، جزئية أنه الواحد، يعني أنا شعر فيكي جزئية أنه الواحد يغير من دراسة أو من مجال من دراسته لشيء آخر، ولا أنت ما زلتي بتمارسي القانون ولا إيه؟ صراحة زي ما قلتي عشان دراسة القانون كانت صعبة فأنا لسه ما سبت القانون ولا نقلت من نقلت من قانون لأزياء بس أخذت مجال الأزياء كهواية يعني حتى بعد ما بدأت بسنة رحت عملت الماجستير حقي في بريطانيا وكان عادي البزنس في جدة زي ما هو ولسه ببيع عبايات. ماجستير إيش عملتي؟ قانون تجاري بس بعد فقعدت سنتين في لندن ورجعت تاني كملت هذا المجال ولكن ما ابغى اسيب القانون يعني صح ابغى اكبر ذا المجال ما صار يعني اكبر من هوايه الحمد لله صار ناجح وصار بزنس وصرت الحمد لله ناس يعرفوني وبشترك في معارض كثير بس لسه اطمح اني اكون محاميه ان شاء الله فحكمل فيه واخلي هذا المجال مين موجود. مين بالنسبه لك او ايش بالنسبه لك ناجح اكثر القانون ولا تصميم الازياء؟ انا لنفسي عشان هذا تصميم الازياء شيء انا بسويه لنفسي فيعني احبه من جد اسويه من قلبي بس طبعا مجال القانون اكيد شيء ناجح بالذات دحين مع السعوديات انه محاميات ورخصوا البنات المحاميات يطلعوا محاكم وكذا فتوقع حيكون مجال ناجح برضو ان شاء الله يعني دخل عملتي زي ما يقولوا كده يعني بزنس وهواية وبرضو حولتيها لبزنس ايوه كانت هواية وصارت بزنس جميل الحمد لله. جميل ما شاء الله عليك طيب اوكي خلينا نتكلم على نوعية التصاميم اللي انت بتعمليها انت تصاميمك او اللاين حق زي ما تكلمنا ودردشنا يعني قبل الهواء انا وانت اتجهتي لتصميم العبايات فقط يمكن برمضان بتعملي شوية جلابيات لكن انت اللاين الرئيسي حقك في التصميم العبايات. حكيني عن تصاميمك تصاميمي أو شيء أنا كيف بدأتها بالصدفة لما كنت برضو بشتغل في مكتب محاماة قلت خليني أسوي عباية لنفسي بس كذا للشغل يعني مرة براكتيكال عباية عملية وكل شيء فلما سويتها البنات اللي معي في الشغل عجبتهم وصاروا يطلبوا مني عبايات يعني انت وكدا. صممتيها وفكرتي فيها انا صممتها ايوه وانا سويت كل شيء وجبت الاقمشه وكل شيء بنفسي بس وبعدين شفت كيف كل البنات عجبتهم وكذا فكنت اعمل لهم انه بس كذا العبايات بعدين قلت خليني اجرب اعمل كولكشن والحمد لله عملت مجموعه ونجحت بس ومن بعدها صرت اسوي بس حتى لين دحين دائما عباياتي عمليه وكذا دائما اصمم العبايه كانه يعني انا اللي بسويها لنفسي انا اللي ابغى البسها فما عندي عبايات كذا مره سهره يعني كنت وكذا تصممين لهم اول شيء ببلاش أيوة. بعدين لقيت الموضوع والله كويس لا خلينا بيجيب ليش أيوة. لا خلينا نعمل العبايات ونبيع للناس طب والله أيوة. حلو انت يعني بتصممي من افكارك انت ما بتقتبسي او مثلا بتشوفي افكار معينه ايش الهامك في التصميم لا الهامي في التصميم يعني الالوان ممكن مثلا لما تكون مجموعه في الشتاء اعمل الوان غامقه لما تكون حنزل هذه المجموعه في الصيف اعمل الوان فاتحه بس دائما احاول اقتبس من اشياء جديده زي هذا الكولكشن الجديد كان مقتبس من ده كولكشن جديد اللي انت لابساها ايوه هذا ده عشان الشتاء شويه ايوه شتاء عشان ولينن كمان قماشه كله تطريز هذا كان مقتبس من استيك اسمه الكولكشن استيك هي زي قبيله ظهرت في المكسيك زمان في القرن 16 ف يعني ما حد عمره عمل عبايات منها فاقتبست من كان عندهم الألوان حقتهم وطريقة لبسهم والتطريز فصار عملت 6 ديزاينز كل ديزاين تطريز أستيك بس ألوان غير وتطريز غير إيش الألوان؟ في هذا الكحلي تمام في زيها بني وفي أشياء تانية في واحدة سودة فيها تطريز فضي بس كل تطريز يختلف عن الثاني فعملت رمادي بني يعني بالذات هذه المجموعة عشانها في الشتاء حاولت أنه تكون الألوان شوية غامقة اسود ورمادي وبني الوان شتويه داكنه ايوه لكن في الصيف ايش بتعملي في الصيف بعمل الوان فاتحه بس برضو احاول العبايه مهما تكون ملونه تكون يعني لسه الوانها غامقه عشان اكتشفت شويه مع الخبره انه الناس في السعوديه في طبقه مره كثير يلبسوا ملون بس اغلبهم
لسه متعلقين في العبايات الغامقه سودة. يعني ايوه مو السوداء يعني يميلوا لكذا كحلي يعني مهما يكون فيها لون. انت رايك البنات في السعوديه او السيدات في السعوديه بيميلوا اكثر شيء متمسكين بالعبايه السوداء؟ خلينا نتكلم بصراحه اصله يعني وانس ان انا دخلت في عالم الملون حتجرأ بعد كده شوي 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 ممكن تلاقيني لابس عبايه صفراء بعد كده، لكن الفكره انه الاسود يعني ما في جرأه. ايوه ومتعودين عليه يعني التقليدي. يعني انا احس مع زي ما قلت لك مع خبرتي انه البنات دائما لسه حتى لو عندهم عبايات ملونه يبغوا عبايه سوداء، وغير انه في المجتمع السعودي في ناس يقولوا لك لا انا اهلي ما يخلوني البس عبايه ملونه. طب ما انت ليكي إيه؟ اذا انت مثلا بتحب انت بداخلك بتحبي تصممي، ما انت كمان ليكي زوجك الخاص، بتحبي تصممي الملون اكثر ولا بتحبي تصممي الغامق؟ انا اصمم ملون دائما، بس احاول انه يكون ملون الوان غامقه، يعني مثلا زي هذه رمادي بس خليتها من قدام. ما احنا اتفقنا انه ده شتوي. ايوه لا بس مثلا هذه فيها رمادي من وراه بس من قدام كحلي غامق. عشان وايش الالوان الصيفيه اللي عندك؟ اللونين. الوان اجرق الوان عندك؟ اجرق مو مره يعني ابيض واسود مره سويت انه عبايه نص ابيض نص اسود. اسود جريء اوكي. لا يعني نصها ابيض من قدام كلها ابيض ومن ورا اسود. عملت مره اخضر فاتح. اخضر فاتح اوكي ايوه هذه كانت مره الناس حبوها بستاش يعني. شوي ايوه وعملت الوان كثير يعني ازرق بكل درجاته وحتى ازرق فاتح حلو وكدا. الازرق ايوه انا صراحه مره احب الازرق فدائما اعمل اغلب عباياتي صراحه ايوه حلو. يعني الازرق كمان يعتبر انا اعتبره نور عفوا لون مش جريء كثير ولكنه راقي أيوة. كلاس كده حلو. طب جميل انت بتعتمدي على ايه في ما دام انت الالوان برضو رايحه طريق الالوان او سكه الالوان الهادئه بتتجهي طيب بستايلك بتتجهي بالقصات اكثر ولا بالخامات ولا بايه؟ هذا الكولكشن الجديد تحديدا القصه كانت كل العبايات نفس القصه زي هذه كده تتلف ويعني عادي عمليه بس ركزت فيه على الاقمشه وكان كلها لينن بس مختلفه الالوان ومختلفه كلها بنفس الشكل الاكمام ايوه وعبايه عادي بتتلف ايوه بس اختلاف التطريز والوان العبايات بس يعني مثلا في رمضان اعمل قصات كثير عشان رمضان كل الناس يكونوا يبغوا عبايات رمضان بتعمل جلابيات وعبايات ايوه اعمل عبايات ايش بتعمل قصات اعمل كل شيء يرضي جميع الاذواق لان انت عارف في رمضان كل بنت بتشتري عبايه جديده ايه؟ فاعمل عشان عبايات العيد. ايوه عشان العيد فاعمل عبايات مقفله اعمل عبايات مفتوحه اعمل قصه مشلح اعمل كل القصات يعني والاقمشه والخامات بتجيبيها من فين؟ والاقمشه كمان اختلف حسب كل مره في اقمشه الاقمشه الساده اجيبها من هنا من السعوديه الاقمشه الملونه لما كنت لما اسافر اجيبها زي لما كنت في لندن جبت مره كثير اقمشه هذا الكولكشن سويت كل شيء في السعوديه الاقمشه والتطريز بس كولكشن اللي قبله جبت من لندن مره جبت من اوزبكستان طلبت اقمشه يعني كذا احب كل مره اجيب من بلد انت لاحظت انك انت برضه بتميلي لجزئيه الاقمشه بتروحي للقماش اكثر في ناس فنها في الـ في الـ في القصه ناس بالالوان ناس انت بالخامات تهيألي بتحبي تلعبي جزئيه الخامات ما بتضيفي في كثير مصممات بحبوا يضيفوا مثلا بروشات كريستالات مش لا عارف ايه ما احب ما اضيف ما اضيف ابدا لانه احب عباياتي تكون عمليه وانا عن نفسي لو انا حلبس دي العبايه ما حلبس عبايه فيها بروش وفيها اشياء ما احب ما بتحبي بس على الخامات شغلك كله خامات ايوه تمام انت لاحظت انك انت قلتي عمليه انت بتخدمي عباياتك بتخدم اكثر شيء المراه العامله ولا بتخدم مثلا يعني حسألك على الفئه العمريه بس خليني نتكلم شويه على الشريحه انت بتروحي لمين يعني للمراه العامله مثلا للمناسبات لايه بالضبط المرأة العاملة أكيد الطالبات students في الجامعة وكذا وعباياتي جدا عملية يعني مناسبات هذه العبايات مرتبة ممكن تلبس في مناسبات بس يعني الناس تقدر مناسبات زي مثلا مناسبات زيارات عشاء أشياء أيوة زي كذا عشاء في مطعم مش أفراح وكلام مو مثلا أفراح لا تمام فتقدر تلبسيها في مناسبات في نفس الوقت تقدر تلبسيها تخرجي فيها كل يوم تروحي فيها السوق تسوي مشاويرك عادي تستحمل كرف طب ايش الاعمار انت قلتي لي طالبات وسيدات ومش عارف ايه بس أيوه. ايش الاعمار اللي مقبله عليك اكثر شيء نقول من 18 ل 30 من 18 ل 30 ستات أيوه. كبار ما بيجوكي ما يجوني بصراحه عشان عباياتي مره قليل اللي يجوني يعني
عباتي لانه مره كذا يعني شفتي كيف كذا براكتيكال وعمليه، مو مره يحبوا دي الاشياء. ايش ايش زوج الستات عندنا هنا الكبار؟ خلينا نتكلم، ايوه خلينا نتكلم البنات. الصراحه مره يختلف يعني حقيقي، انا مرات اسوي عبايات اقول هذه العبايه مستحيل ما حصورها ولا حبيعها ولا ححطها اصلا عندي في المحل، وفجاه يجوا ناس مره تعجبهم العبايه. فحقيقه شفت انه من جد الناس اذواق يعني يختلف، في ناس يحبوا الاشياء العمليه، في ناس يحبوا اشياء مفتوحه اشياء مقفله، فيختلف مره ذوق البنات. تتاثري في الموضه نوف؟ يعني احيانا بتيجي كده هوجه كبيره على عبايات معينه شكل معين بتكتسح الاسواق، فكله حتى لو انه مثلا اختلفت الخامه، لو اختلفت شويه القصه، لو ازداد حاجه نقص حاجه، تستمر ديم عبايه موضه. فانت بتتاثري في الشيء ده ولا لما بتيجي؟ في ناس عندهم حساسيه من الموضه ما يحبوا يكونوا مع الموجه يعني. انا الصراحه ما عندي مانع انه اكون مع الموضه في الالوان وكذا، بس لما تيجي عبايه وكل احد بيسويها وما ادري، ولو كانت انا ما عاجباني ولا انا ما احسسي ممكن البسها ما اسويها. فيعني مو تتفقي معايا لما تنتشر الشغله زياده عن اللزوم خلاص من جد يصيروا الناس ما يبغوها، فما احب كذا يكون في قصه كل الناس رايحين فيها اقوم انا كمان اسويها واسوي اشياء جديده يعني. طب وسط الزحمه هذه كلها بعالم مصممات الازياء، في كثير مصممات ازياء من جيلك اكبر اصغر، ايوه في كثير عبايات بالذات يعني عبايات اللي اصبحت يعني ما نقدر نقول اي حد صار يعمل عبايات، لكن صح. مين اللي بيتميز؟ انت كيف تميزتي عن غيرك؟ انا الحمد لله تميزت بانه الكواليتي حق عباياتي والكميه اللي اسويها في العبايات، ما اسوي 1000 عبايه من كل موديل، اسوي يعني خلاص 5 من كل موديل، ويعني جوده كويسه واسعار كويسه. مو دحين صاروا الديزاينرز اللي مره بيبالغوا في اسعارهم وكذا، يعني صراحة يعني بتعب على العباية وبصممها بسوي كل شيء، بس انه اسعار بتناول يد مين تقريبا؟ الميدل كلاس يعني. ميدل كلاس، ايوه الطبقة المتوسطة. طبقة متوسطة. جميل جميل، وهم الناس اللي بيشتغلوا بيكرفوا على العباية اللي محتاجة تكون ماتيريال حقها مرة قوي وخاماتها كويسة. والله في نفس الوقت يحبوا يلبسوا شيء مرتب يعني. بيحبوا يلبسوا شيء مرتب لأنه احنا في جدة يمكن يعني مشاويرنا على الأسواق ودحين المشي كمان، ويعني والسيدة صارت السعودية بتشتغل وبتمشي كثير، السيدة السعودية أو المقيمة حتى صارت يعني محتاجة عباية تشتغل عليها كل يوم. أنا شاكرة ليكي نوف، يعطيك ألف عافية وسعيدة بتواجدك سيدتي. احنا كمان شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام بعد هذه الفقره ما زالت فقرات سيدتي مستمره، لكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم معنا.